الرياضة مع ساندرين جبرة. مساء الخير. ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم أن مدرب برشلونة تيتو فيلانوفا يلي خضع قبل عام لعملية جراحية من أجل استئصال ورم خبيث من جسمه انتكس مجددا، مما دفع النادي الكتالوني إلى إلغاء حفل الميلاد السنوي والمؤتمر الصحفي اللي كان مقرر اليوم. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مدرب برشلونة عم بيعاني من عودة ظهور السرطان يلي عانى منه عام 2011، إشارة أنه فيلانوفا منه الشخص الوحيد اللي بيعاني ببرشلونة من هالمرض الخبيث. فهناك أيضا المدافع الفرنسي إيريك أبيدال يلي عاود مؤخرا التمارين المنفردة للمرة الأولى بعد أقل من سنة على خضوعه للجراحة. ننتقل لألمانيا، حيث تأهل بايرن ميونخ متصدر ترتيب الدوري إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا بعد فوزه على مضيفه أوكسبورغ امبارح بنتيجة 2-0. لعب بايرن بتشكيلة شبه مثالية، ولكن خسر جهود مهاجمه الفرنسي فرانك ريبيري ببداية الشوط الثاني بعد ما تلقى بطاقة حمراء. بايرن وصيف بطل الموسم الماضي افتتح التسجيل بالدقيقة 26 مع ماريو غوميز ليعود ويعزز تقدمه بالشوط الثاني مع السويسري شاكيري بالدقيقة 85. من جهة تانية فرايبورغ أيضا حجز بطاقته إلى الربع النهائي امبارح بفوزه على مضيفه كارلسروي من درجة الثالثة 1-0. أما شالكي فسقط على أرضه أمام ماينز بنتيجة 2-1. بعدنا بأجواء كرة القدم، وعاد امبارح فريق كورينتينز البرازيلي إلى مدينة ساو باولو بعد فوزه بلقب كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي. بالغناء والرقص استقبل الجمهور عودة كورينتينز أحد الأندية الأكثر شعبية بالبرازيل، وأقاموا مسيرة نصر مرت بكل الشوارع الرئيسية بالمدينة. منذكر أنه كان فاز كورينتينز بالمباراة النهائية على تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا بنتيجة 1-0، وأكثر من 20,000 مشجع سافروا من البرازيل لتشجيع فريقهم باليابان. بالNBA استضاف دنفر ناجتس على أرضه فريق سان أنطونيو سبيرز متصدر مجموعة الجنوب غربي. الفريق الضيف كان بيسعى لتحقيق أول فوز له خارج أرضه بعد 3 هزايم، وعلى الرغم من تألق لعبه تيم دانكن مع 31 نقطة و18 متابعة، إلا أنه هالشي ما كان كافي لحسم النتيجة لصالحه، وانتهت المواجهة بفوز أصحاب الأرض 112-106. بهالنتيجة رفع دنفر ناجتس رصيده إلى 14 فوز ب26 مباراة، وهو بالمركز الثالث حاليا لمجموعة الشمال الغربي. أما بأبرز باقي المباريات يلي لعبت امبارح، فكان الفوز لميامي هيت، يوتا جاز، شيكاغو بولز والأي ليكرز. هيدا كان كل شيء بأخبارنا الرياضية. فادي وجسي برجع لكم. يعطيك العافية ساندرين.